ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرديي وسلامتين. ما أنت بيش وافر يوتبانكي بيش يافر الله بكن يلا باتن مددنا ومدد إني التربية الإسلامية موضوعي إن كسو قد شرنينا وحاوها حاسين لماذا هي دباتوين كايلاي داهي يا يدينكو أرديدي دكسو غساري يعني غواه برامهد رشيد عبد الله. عشر كي إنه مركا هو تابع أو وح الرعسين هي وعشر كي هراء حاسني مدى كشي كيني يي حاسني مدى أرنت يعني إنه كتل ما مني إن أي تاي حنون آدي آدو هاريس بدن مجتمع يب ورشد عي كل عدنا كلا فرفرتا أو هير آدي آدو فلحن قارسيسا ويا هي إن أنت مركا إنه كك علينا مركا إنه أنت كك علينا إن waxay nuska bilaaban doonaa layliskeenii at-tadriibaat walla layliskeedii layliskeenii marka maanta aan dhiganay maadaama 10 kii aanu dhiganay markii hore su'aasha koowaad waxay ku leedahay arif waxa qeexda al-hasad xasidnimada qeex su'aasha labaad ma hiya adraru al-hasad maxay tahay dhibaatooyinka xasidnimadu ay leedahay saddex xadiiska oranaya لا حسد حسد مجرى إلا في اثنتين لبمو يعني رجلا نن آتاه الله إلى هيوسي مالا حورا فسلده ديتا وكسل لدي على هلاكته في الحق إنو حق قبحيو ورجل ينن آتاه الله إلى هيوسي حكمة حكمة فهو يقضي بها ويعلمها يضو وحكو حكومة يادتكنا وحكو كبريا اشرح هذا الحديث حديث كان شرح وحل قوليس لحديث كان لفتقيس من هو الراوي راويبو وكما واي سؤال أفراد اذكر شيخ بعض مراتب الحسد بركم إذا مركا مراتب تأيي هيرانك يدرجوين كحاسن نمدو أي لا دهي شان كيف تطفئ نار الحسد سيدي دو بختين إيسا نار تغفك حاسد كا يضبك إيه برايد وكو مريغيو واي انت سمات درس قوينو قوشو غيا وي قصوص عدو إن شاء الله وحين بلابي دونا عطب كي سيرادة ونقونا إياه cutubkii ugu dambeeyey buugga fasalka koowaad ee dugsiga sare waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.